وايه يا عم الحر ده؟ كله من الاحتباس الحراري يا عم. مش فاهم انا، يعني بيقولوا بكره الجو احتمال يتعدل، يبقى 32 تقريبا. 29 يا فندم؟ درجة الحرارة بكرة هتبقى 29. انا اسف لو كنت بتدخل، بس اصل انا بشتغل في الارصاد الجوية. تمام. الحق، بيقولوا مستر سامح هيسيب الشركة. مستر سامح؟ ايه ده؟ كده فجأة كده من غير ما يقول هو راح فين؟ يا عم تلاقيه جاله شغل في أي حتة أنضف، أنت عارفه كلب فلوس. مظبوط، ومختلس. أفندم؟ اختلس من الشركة وبستفى معاهم يمشوه من غير ما يعمل شوشرة. أنا آسف لو كنت بتدخل، بس أصل مستر سامح ساكن قصادي. لا لا ولا يهمك. طب ما تيجي تتفضل معانا طيب. لا ورايا شغل معلش. سيبك منه سيبك منه. مش هتصدق أنا كنت مع مين امبارح. مراتك يعني ولا؟ يا عم مراتي إيه بس؟ فاكر البيت منا مواسم اللي إحنا شقطناها من كازن وناسا؟ منا مواسم؟ أني واحدة دي؟ منا اللي كانت عندها حسنة في رجلها اليمين. الشمال. إيه؟ أنا آسف لو كنت بتدخل، بس الحسنة في رجلها الشمال. معلش أصل البت منا دي جدعة جدا بصراحة، منين ما بتعوزها بتيجي على طول. على العموم معكش رقمها الجديد؟ شغيرته؟ معايا طبعا. متشكر جدا. على العموم لو عشت أي حاجة، أنا في واحدة جديدة أعرفها جامدة قوي اسمها نورهان، شغالة في مصنع غزل ونسيج في السيدة. نورهان أشرف؟ إيه ده أنت تعرفها بقى؟ أمال إيه، دي مراتي. يا راجل مراتك ايه، ما تقولش على نفسك كده، دي شغالة من اكتوبر 86. ده عيد جوازنا. طب استأذن انا بقى. وديني هتبعها. حساب اسمع بس. الو ايه نورهان؟ ايه يا حبيبتي؟ إيه مش وقته يا اختي، يلا لمي هدومك دلوقتي في كبسة. يلا تعالي على عندي، انت حد بيلم غيري؟ المفتاح تحت المشاية. يلا سلام. ايه دي يا حنان مش كده؟ لازم محدش يعرف حاجة، انا هحاول اتصرف طبيعي لحد ما الاقي صرفة. انا اسف لو بتدخل، بس هتعملي ايه في اللي في بطنك؟ ايه ده؟ انت عرفت ازاي؟ وليك انت تسألي عرفت ازاي يا فجرة؟ يا سافل. خدي يا اختي دي نمرة الدكتور اجهاض شاطر، ممكن يساعدك. دكتور ايه؟ اجهاض اخلاصي، بابا الباشمهندس مدحت لو عرف هيرمي نفسه من الدور ال13 تاني شقة على اليمين. كده يا منى بتسيحيلي وسط خلق الله؟ يا بنتي والله ما قلت حاجة. يا حنان حنان. ايه يا قلبي بقى؟ احنا بقالنا سنتين متجوزين اهو، مش ناوية كده تجيب لنا بيبي صغير كده نفرح بيه؟ ما اظنش. نعم؟ انا اسف لو كنت بتدخل، بس حضرتك ما بتخلفش. انا ما بخلفش؟ ايوه عيبه راسي. ايه يا عم؟ السلام عليكم. الله بركاته، خد يا ابني فينك من زمان؟ لا مؤاخذة بس، اصل بيقولوا في واحد قتل مراته على اول الشارع موقف الدنيا. نورهان يلا مش مشكلة، لا حول ولا قوة الا بالله. طب نورهان جبت الفلوس؟ جبت الفلوس. اسمح لي يا استاذ بعد اذنك، ميرسي جدا. انا اسف يعني كنت بتدخل يعني، بس النوع ده مخلوط. ايه؟ ايه قلة الذوق دي؟ انت ازاي بتتدخل في اللي مالكش فيه كده؟ عشان احنا ملكه.